السلام عليكم أخوانا ورحمة الله وبركاته. حبينا دوما نفيدكم على موضوع الأحجار الكريمة وفوائد الأحجار الكريمة والعلاجات والأمراض التي عالجها الأحجار الكريمة. طبعا حبينا اليوم نقدم لكم اللي هو حجر المرجان. الله سبحانه وتعالى ذكر المرجان في كثير من الآيات القرآنية. يمكن كل شخص أن يدخل على الجوجل ويبحث على الآيات اللي ذكرت بالمرجان، ولكن نحكي هنا على تأثيره من الناحية الصحية ومن الناحية البدنية. طبعا كثير من الأبحاث وكثير من الدراسات أثبتوا بأن المرجان يعالج أمراض فقر الدم، هذا بالدرجة الأولى. أيضا لحل المشاكل الدورة الدموية، كثير من الأخوة والأخوات يعانوا مشاكل الدورة الدموية، يتختم بالمرجان أو يلبس المرجان على شكل قلادة راح يحس هاي الأمور تروح من عنده. أيضا كذلك يساعد في خفاض درجة حرارة الجسم ومهدئ في حالة الاكتئاب، مضاد للإمساك، وكذلك يعالج مرض السكر في الدم، وأيضا يقوي القلب، يقوي عضلة القلب، وأيضا إلى تأثير في تجفيف الجروح والرطوبة في جسم الإنسان، يساعد في علاجات الإسهال. يعني كثير ما شاء الله تبارك الرحمن على خواص المرجان. أيضا مقوي عام للجسم، يعني الإنسان من يشيل يحس أكو طاقة عنده، أكو فعالية عنده، وكذلك يعتبر بمثابة المقوي. وأيضا مضاد للسموم، وأيضا مضاد لسم الأفاعي والعقارب، وكذلك يعالج أمراض اللثة ومفيد لداء الصراع وآلام الرأس. وكذلك أيضا فوائد المرجان طبعا بصورة عامة، الأبيض والأحمر هو هذا اللونين فقط اللي متوفر حاليا، وكذلك يقوي حادة البصر أيضا، وأيضا يعالج في الالتهابات، وكثير يعني كثير صراحة ما يسع عن مقطع فيديو، تقريبا مقطع فيديو أو ثلاثة، ولكن خير الكلام ما قل ودل، وخير ما ذكر به هو المرجان، ذكر الله سبحانه وتعالى بالقرآن. فأكيد الإنسان من يشيل فالجزء من عنده أكيد راح يصيب البركة ويصيب الخير ويشوف الخير عليه. لا تنسونا بالدعاء والتوفيق وقراءة الفاتحة إلى موتانا. السلام عليكم ورحمة الله.